عمر، لما بشوف المحل هيك مليان بنبسط كتير مشانك. وأنا كمان نرمين بالوقت المناسب صارت شركتنا هون، خصوصي لما عملت توقيع الكتاب تبعها عندي. الله وكيلك ساعدتنا بشكل فظيع. أنا برأيي شراكتك بنرمين مو هي السبب، لأنه حتى لو ما شاركتكم كنت رح تعرف تتصرف، أنا متأكد. عمر أنا ما عم أمزح، أنت فعلا عندك القدرة وثقتي فيك ما إلى حدود. شكرا لك عن جد، يسلم. عود خلينا نضيفك. لا 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 تعذب حالك أبدا، أنا أكلت وشربت كتير وأكيد ما بدي عزيمة. بعدين نحن ما في بناتنا هي الرسميات، وبهالوقت نحن اللي لازم نوقف جنبك. يعطيك العافية يوسف، شكرا. يلا أنا رح أمشي، أمل عم تستناني بالبيت. الله معك. عمر عن جد أنا فخور فيك. يلا بشوفك. الله معك، يسلم. عمر. فاروق لا تواخذني، ما اهتميت فيك منيح. لا لا ولا يهمك، بس أنا لازم أقول لك شغلة مهمة. هو بالحقيقة ما كنت بدي أقول لك، وخصوصي بعد اللي مرقت فيه، بس شغلت اللي بالي خير. هذا الزلمة ما نو صاحبك. مين؟ يوسف. مو على أساس إنه الشرطة بليلة حريق المحل حكولنا عن شاهد شاف ليس عم يطلع من المستودع وشهد عليه؟ إيه؟ تعرف مين هذا الشاهد؟ يوسف أكدينيز. أنا قريت هذا الشيء بالملف يلي بعت لي إياه النائب العام، بس هلأ لما شفته عم بيعمل حاله رفيقك وخايف على مصلحتك ما قدرت أمسك حالي. يعني قصدك يوسف هو اللي قال للشرطة أنه ليس هو اللي عمل الحريق؟ بالضبط. لك هذا الزلمة شو عم بيحاول يعمل؟ وليش عم بيحوم حواليكم؟ ما بعرف، بس رح أعرف فاروق، رح أعرف. أهلين عمر، تفضل فوت. أنا بعرف الوساخة اللي عملتها يوسف. عمر شو عم تحكي أنت؟ حاجتك كذب، أنت اللي قلت للشرطة أنه ليس اللي عمل الحريق، وأنت اللي افتريت علينا بهالشي. لا يا عمر، بصراحة أنا مو هيك، يعني أنا ما قلت للشرطة أنه ليس عمل الحريقة، بس قلت انه ليس طلع من المستودع بهداك اليوم. بس انت ما شفت يوسف، لانه ليس اصلا ما كان هنيك. ايه صح، بس انت لو شفت قدي ضغطوا علي بخصوص ليس وكنت معي يومها، كنت عذرتني لانه انا قلت ممكن يكون اللي طلع ليس وما اكدت لهم. ولك ابني كان ممكن ينسجن من هالحكي، وعيلتي كان ممكن تتشتت هلا، وانا كنت رح اعلن عن افلاسي بسببك. انا غلطت، الحق معك عمر، بس بوعدك انه كل المشاكل اللي صارت معكم رح حلها، وعد مني. لا انت ولا رفيف رح تكونوا زعلانين بعد هذا اليوم. لسه ما حكيت الا لرفيف، يعني هي لسه ما بتعرف قديش انت واحد وسخ. لك لو قلت لها كانت اكيد اجت موتتك هون. وقف، انا بعتذر منك كتير، وبعرف انه ما كان لازم اعطي هي الافادة بلا ما اتأكد منها، بس كان في عتمة ليلتا، وأنا كمان كنت متقل بالشرب، واللي شفته وقتها كان كتير بيشبه ابنكن، يعني مالي متأكد، بس صدقني والله قلت كل اللي شفته. بكفي بقى عمر، والأحسن تطول بالك لحتى نتفاهم، ماشي؟ فينا نحل المشاكل اللي بيناتنا بغير هاي الطريقة. عمر، نحن رفقة مو؟ أنا هيك كنت مفكر، بس ما عاد رح أقدر أعرف مين أنت بعد اليوم. عمر، عمر، لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.